Uh, so it's, it's it's actually a very trivial it's a trivial um, uh, um, uh, difference yeah. Yani. Phil Phil strict two-phase locking and s2pl and how in the browser saw okay perfect and strict 2pl and strict 2pl that the man had about أنا بقسم الـ transaction into two phases، فـ 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 strict 2PL uh, بيعمل كالآتي، بيجيب أهو الترانزاكشن بتاعه، أهو ده الترانزاكشن اللي موجودة بتاعتي، أهو، ترانزاكشن أهي شكلها كده، أوكي، في 2PL العادي زي ما إحنا اتفقنا مع بعض، سامعني يا شباب ولا لأ؟ يا جماعة الإنترنت عندي بيقول لي إن فيها weak signal سامعني؟ الو سمير حضرتك معلش انا ايوه اللي انتوا عارفين الكليه لوك داون مش لوك داون قوي يعني بس يعني احنا ما فيش طلبه فانا بشتغل بيت النهارده فالانترنت كان شويه انستيبل طيب في التو فيز لوكينج انت عارفين بيبقى في ميد بوينت كده اهي هنا هنا باكواير اللوكس هنسميها اكواير ايه هنا باكواير كل اللوكس وهنا بريليس كل اللوكس ان في المنطقه دي في منطقه الريليسينج بتاعت اللوكس انا مش محتاج استخدم لوكس تاني يعني الاستخدام كل اللوكس بتنتهي في مرحله الاكواير وهنا مش هحتاج لوكس تاني زي ما كنا اتفقنا الاسبوع اللي فات واحنا بنتكلم المشكله ان I cannot determine the boundary ده ما بعرفش الباوندري ده فين عملوا ال strict two phase locking uh, ال strict uh, two phase locking تشتغل كالاتي uh, ال read locks اللي هو اللوكس بتاعت ال -read. بتعمل لها ريليس هنا. الريد لوكس. اوكي. لكن الرايت لوكس انت بتعمل لها ريليس في اخر transaction. تبقوا فاكرين في الاسبوع اللي فات لما كنت بتكلم معاكم وكنا بنتكلم من, من جانب قبل ما نبص على ال وقلنا كل اللوكس تبقى ريليست على الاخر at the end. بس ده actually ده مش ال strict two-phase locking ده كان ال strict strong two-phase locking او strong strict two-phase locking. اوكي. Okay. لكن في Strict Two-Phase Locking أنت بتريليس ال-Read Locks بعد المرحلة دي. يعني هنا بتريليس ال-Read Locks وفي الآخر خالص بتريليس ال-Write Locks. طيب أنت ممكن تقول لي إيه ال-Advantage إن أنا أرليس ال-Read اريليس ال-Advantage ترليس ال-Read Locks Early ال advantage لوكس ال locks early انت بتزود الكونكرنسي concurrency بتسمح لشوية Concurrency تتم هنا في المنطقة دي. اوكي لكن لو احتفظت بيها للآخر، أنت بتمنع كونكرنسي Concurrency. طب اشمعنى الريد لوكس اللي بتبقى ريليست هنا ومش الرايت لوكس؟ um, عشان زي ما اتفقنا مع بعض اتس فيري to تو بريدكت اكزاكت لوكيشن بتاع الحته دي فايف يو ريليس الريد لوكس هنا وبعد ما انت تريليس الريد لوك حصل اي ترانزاكشن ثانيه في ريد لوك برده مش هتبقى اخر الدنيا. لكن انت لو عمال تريليس للرايت لوك هنا واي ترانزاكشن ثانيه حصلت على نفس الداتا في مشكله في السيكونشياليتي بتاعت البروجرام او السيريزابيليتي بتاعت وفي الآخر الـ uh, Strong Strict Two-Phase Locking الترانزاكشن بتاعتك essentially كل أثناء أثناء الشغل وكله كله acquire بت acquire locks كلها وفي الآخر خالص بس بت release locks بتاعتك. الـ Strong Strict Two-Phase Locking يا is very easy to implement very very easy to implement بس <coughs> المشكلة بتاعتها إن هي بتقتل الـ concurrency okay less concurrency اوكي okay. concurrency بتاعتك كانت تبقى قليله قوي 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 عشان ما فيش جزء موجود في ال في ال transaction uh, بيشتغل فيه parallel اول لما تبتدي acquire locks خلاص انتهت ال concurrency طبعا انت بتبقى في منطقه هنا ممكن تشتغل فيها concurrent uh, بينك وبين transactions تانية. حد ممكن يقول لي ال concurrency تحصل لغايه امتى؟ يعني الحته دي تبقى كونكارت مع ترانزاكشن ثانيه لغايه امتى؟ لغايه اول رايت تي برافو عليك لغايه اول رايت لغايه اول رايت لما يتم على شيرد فاريبل كمان مش مش اي فاريبل لازم رايت على فاريبل شيرد بالترانزاكشنز الثانيه فالترانزاكشنز الثانيه شغاله كونكرنت معايا ففي في كونكرنسي انا ما شلتش كونكرنسي تماما يكون <applause> كارسي شغال لغايه لما acquire write lock على shared uh, 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 variable او العكس على فكره ممكن acquire read lock بس يكون الترانزاكشن الثانيه عملت ايه؟ عليه. write lock صح؟ يعني برضه لو انا عملت read بس هو كان عمل write I have to stop myself. لو انت فاكر ان read after write كان بيعمل blocking فاكرينها؟ if i that i'll pick up that will 2pl will variations at the 2pl exam let's let's bring this in the exam as a bonus question uh for those who want to get bonus marks uh for essentially أنا ممكن mongan a sequence of operations يعني you're transaction one the transaction two وادي لك sequence of operations okay? اوكي اهو sequence of operations اقول لك انا عملت ريد ل ل ل A وعملت رايت ل B وهكذا يعني الاوبريشنز operations اللي هديها لك دي هتبقى مترتبه يعني هرتب لك الاوبريشنز operations بتاع transaction uh, T1 وارتب لك الاوبريشنز operations بتاع transaction T2 واقول لك السيكونس sequence ده از uh, is it valid تحت 2PL

Uh, sample سامبل كويشن النهارده ان شاء الله ورست كيس يعني تومورو ان ذا مورنينج على uh, uh, ده انا كنت على فكره قبل كده اديتها في جزء من المنهج بس الترم ده بلاش نخلي جزء من المنحك بشوي مش معانا خالص وبقالوا أسبوعين كده مش معانا عشان لما قلنا المنهج خلص فمش مش مش هجيبها ككور ممكن اجيبها كبونص بس انا دي جبتها ك, كجزء من امتحان بتاع اوس بتاع uh, زي ما انا بقول لك كده دي لك سيكونس اوف اوبريشنز واقول لك Um, اذا كان ااا ااا دي او السيكونس دي ممكن تطلعها 2PL او S2PL او SS2PL مين ممكن يقول لي العيب الاساسي uh, في ال في السيستم uh, 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 other than deadlock طبعا انتم عارفين deadlock هنا is, is very likely to happen other than deadlock ايه المشكله الاساسيه في ال في ال في الالجوريزمز دي؟ <applause> طب اسال انا سؤال تاني لما انت تعمل رايت لوك لحاجه واحد تاني بيحاول يعمل ريد لوك اللي بعدها يعني بيعمل ريد لنفس الفاريبل بتعمل ايه للشخص الالجوريزم دي بتعمل ايه للشخص اللي عايز يعمل ريد؟ شباب انتوا سامعني جايز عمر يعمل له بلوكينج تعمل لوكينج تعمل لوكينج لو انا لو لوك صح تعمل له لوكينج يعني مش هيشتغل طيب هي ليه بتعمل له لوكينج ليه يعني ايه الهدف بتاع اللوكنج ها هو انا ما شرحتش حتى دي كويس ولا ايه؟ الو كمان سامعني؟ اه يا دكتور آه يا دكتور معلش انا سوري دخلت على الهوت سبوت اهو كنت بقول لكم ايه كنت بقول لكم uh, هو هو ليه بيعمل بلوك؟ ترانزاكشن التاني كنت بقول أه كنت بقول لحضرتك يا دكتور قبل ما تفصل عشان يعني يميك شور ان ال ي... مثلا ما يعملش تشينج في ال... البالي بتاعت الفاريبل دوت او حاجه م... وانا ممكن ابقى محتاجها تاني او ما يعدلش فيها من غير ما من غير ما ياخد اذن يعني وانا هبقى حب... عايزها هبقى عايز استخدمها uh, هو, هو هو ده السبب طب تعالى نفتكر هو الالجوريزم دي كانت بتعمل ايه عمر؟ دول 2 ترانزاكشنز ده T1 وده T2 كانت بتعمل ايه؟ لو انت فاكر انا هرسم حاجه هنا ممكن تفكرك ايه دي بقى؟ فاكر العين دي؟ عشان تبان سيكوينشال لاي اوبزرفر من بره تبان سيكوينشال لاي اوبزرفر بره طيب ده معناه ايه؟ خلي بالك ان انا بعمل شويه اوبريشنز بشوية شويه فاريبلز تمام؟ لو انا كنت عامل هنا رايت ليها الاول رايت لإيه يبقى لازم وانا كده جيت حاولت عملت ريد لايه بعد لما عملت رايت يعني عملت ريد ده بعد الرايت ده معناها ان لازم تبان للناس اللي بره ان تي 1 تمت الاول وبعدين T2 تمت وراها، صح ولا انا غلطان؟ اوكي okay. لو الرايت ده تم الاول يبقى لازم T1 تبان للشخص اللي بره ان هي خلصت الاول وبعد كده T2 خلصت وراها. سؤالي بقى لو انا ما عملتش لوك هل بالضروره ممكن T2 تبان ان هي خلصت قبل T1؟ ولا في احتمال في some sequence of operations دايما T2 تبقى متاخره سنه؟ او ت request data بشكل معين such that هي always هتبان ان هي ورا t1 هل الاحتمال ده وارد؟ ممكن سؤال تاني بس تاني اه uh, سو so دلوقتي t1 بتعمل مجموعه operations و 2 بتعمل مجموعه operations على different variables صح؟ اه طيب دلوقتي لو t1 عملت write ل A وبعد لما T1 عملت write ل A T2 عملت read ل A خلاص ده بيثبت ترتيبهم يعني ايه بيثبت ترتيبهم يعني لازم دلوقتي تبان لليوزر اللي بره ان T1 شغالة الاول بعد كده T2 شغالة وراها صح ولا انا غلطان صح اوكي هم. ده معناه ايه؟ تعال نقول فيزيكلي معناه ايه؟ معناها كل الـ variable accesses اللي هتتم بعد ايه؟ لو في ما بينهم كونفليكت يعني ايه في ما بينهم كونفليكت يعني يعتمدوا على بعض لازم تبان ان تي 1 عاملاها الاول وبعدين تي 2 صح ده ده معناه ده الفيزيكال مينينج بتاعها طيب انا سؤالي بالضروره اعمل بلوك لتي 2 ولا هل ممكن تي 2 لما تيجي تشتغل هي بطبيعتها فور سم ريزن الاكسسز دي تتاخر such that تبان ان ان يعني T1 تخلص الاول بعد تي T2 تخلص وراها. ولا لازم اعمل لها بلوك؟ في احتمال وفي الاكسكيوشن الطبيعي بتاع T2 ان ايه؟ ان ال variables دايما اللي فيها conflict accessها بعد T1 هل الاحتمال ده وارد؟ Is this possibility existing؟ انت فاهمين السؤال ولا لا طب قولولي لي سؤال قولوا لي سؤال قولوا سؤال ما حد حد يقدر يجاوب يعني يحاول يقول لي السؤال انا بقوله بلاش دي طب نرجع ورا انت عارف ان هنا تي 1 هتعمل مجموعه اوبريشنز صح اوكي okay. ايه هي الاوبريشنز هتبقى هي دي ايه ايه, إيه؟ يا ريدي رايت يا ريدي رايت على الفاريبلز 2 هتعمل مجموعه اوبريشنز يا ريدي رايت على الفاريبلز صح؟ صح هل كل الريد ورايتس بتاعت تي 1 وكل الريدز ورايت بتاعت تي 2 لازم يترتبوا بنسبه لبعض عشان تبان تي 1 قبل تي 2 ولا في حاجات معينه لازم تترتب والباقي مفيش مشكله؟ في حاجات لازم تترتب بتاعت الشيرد فاريبلز والباقي برافو عليك مفيش مشكله والشير برافو عليك الشيرد Variables هي لازم تترتب ومش اي حاجه بتحصل في الشيرد فاريبل لازم واحد منهم يعمل فيه ايه في الشيرد فاريبل رايت رايت اوكي طيب يبقى اذا مش كل الاوبريشنز لازم لازم تترتب ده نمبر 1 بس السبسيت منها لازم تترتب اللي هي اكسس للشيرد فاريبل واحد منهم بيعمل رايت right. السؤال الثاني الفولو اب اللي وراه هل بالضروره لو انا ما عملتش بلوك لتي 2 في المنطقه دي ان لو كملت اكسكيوشن الترتيب بتاع تي 1 وتي 2 هيتعكس هو لو اتعكس في مشكله صح يعني لو بان بعد كده ان تي 2 بقى قبل تي 1 في مشكله حصلت سؤالي لو ما عملتش لوك از ذير اي بوسيبيليتي لو حتى 1% ان يكمل بقيه الاكسكيوشن بتاعه بدون ما الترتيب بتاع تي 1 وتي 2 يبان معكوس اه ممكن ممكن. It is possible. It's a small possibility, but it is possible. تمام؟ طيب، يبقى في دلوقتي two، هنقول عليها optimistic. يعني في حاجتين optimistic view لبقية transaction. الحاجة الأولى in it is very likely in most of the transactions اللي هتحصل هنا most of the operations اللي هتحصل هنا will not be conflicting. صح؟ ده that, that's very likely يعني yani الاحتمالية إن أنا اكسس نفس ال variable is low هي موجودة بس it's low صح؟ يبقى دي أول حاجة هكتب not conflicting هي not conflicting بس أنا مش هكتب أكتر من كده بكتب بالماوس نمرة اتنين إن مش بالضرورة إن هي تتعكس مش هكتبها إزاي دي أهو هكتبها بتكست Continuing execution may not flip order. Okay. في احتمال ان continuing execution مش هيعكس الاوردر تمام؟ انتوا فاهمين حتى دي ولا لأ؟ عشان حتى دي هبني عليها فكرة. مفهومة دي؟ تمام. Okay. Based على الكلام ده طلعوا بالجوريزم تاني. بنسمي الالجوريزمز الbased على اللوكس دي pessimistic. Pessimistic. pessimistic algorithms دول pessimistic algorithms يا خلي التكست اسهل اهو دول pessimistic algorithms يعني ايه pessimistic algorithms يعني algorithms متشائمه ايه ايه وجه التشاؤم الموجود في ال في algorithm ده؟ حاجتين بيفترض ان الاوبريشنز اللي جايه هتبقى رايت وريد على نفس ال variables على common shared variables فهيأدي إلى conflict ده نمبر 1 والتاني حاجة بيقول إن لما conflict ده يحصل هيحصل بترتيب such that ال execution ترتيب execution بتاع T1 و T2 يتعكس أوكي okay? الناس بقى computer science درسوا ال cases دي ولقوا إن في subset of operations subset of transactions ال ال two assumptions دي ما بتحصلش فيها كتير معظم الـ transactions اللي بيحصل فيها read كتير بيعمل فيها read كتير أكتر من write فور اكزامبل تعالى نتكلم مع بعض على uh, a typical uh, database a typical database أنت أغلبية الوقت إيه الأوبريشن اللي بتعملها على ال database في الطيران مثلا أغلبية الوقت أنت بتعمل إيه؟ بتدور عليه. على إيه؟ راجل أنا قاعد على وسائل الكمبيوتر وعايز أحجز لحد بعمل إيه؟ بسيرش بتسيرش most of the time you search for a hotel you search for a, a, reservation you search for a plane موجودة في الوقت ده فأغلبية ال operations بتاعتك هتبقى read 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 في الآخر خالص لما تحجز هتبقى إيه؟ right. Right. ف most of the operations اللي بتحصل في most of applications مش, مش, في كل ال applications بس في معظم ال applications أغلبيتها بتبقى read الرايت بتبقى one يعني بتبقى قليل موجودة وبتحصل بس معظم الابلكيشنز ار نوت اورينتد تواردس رايتنج معظم الابلكيشن بالذات في الستدي ستيت بتاعها قبل ما تتملى الداتا بيز بالقيم اوكي okay. معظم الابلكيشنز موست اوف ذا تايم دو ريد فهم شافوا ان الباسميستيك الفكره الباسميستيك دي از نوت ذا بيست واي تو دو ات طيب عملوا ايه لما آه لما عملوا آه لما اكتشفوا الحاجه دي طلعوا الجوريزم جديد يا شباب الالجوريزم الجديد ده الالجوريزم الجديد ده اسمه software transactional memory اهو نكتبه دلوقتي مع بعض software transactional memory software transactional memory is a huge topic انا مش ها مش ها مش هقول لك كل الفكره بتاعت software transactional memory انا just give you an overview بتاعتها بعد ما بنتكلم على overview بتاعتها انا عايز اشوف رسمه عايز حد يديني رسمه لصفقه الترانزاكشن ما حدش اداني رسمه هرسمها انا اوكي وبعد لما ناخد الاوفر فيو بتاعتها هقفل المحاضره على كده وهقفل الكورس على كده وخلي الاسبوع الجاي بدل ما نفضل ندي في حاجات تانية بره السيلابس وازود على الفاضي يبقى ريفيجن لاي حد عايز حاجه سامعني يا جماعه ولا لا كونكشن بتاعتي انستابل بيقول لي سامعني اه يا دكتور سامعك اه Okay, I'm sorry إن أنا بسأل كده كل شوية بس كل شوية تظهر لي message really your connection is unstable. Right. إيه فكرة الـ software transactional memory؟ فكرة figured the software transactional memory بتعمل كالإيتي. أولاً هي الـ software transactional memory هي transaction, database transaction. شايف؟ هي database transaction. بس هي ما بتحصلش على database. هي من اسمها هي بتحصل على memory. إنت بتعمل operations دي في الممري. variables shared variables في الميموري بدل ما تعمل لها اكسس على database نفسها انت بتعمل لها اكسس على memory location بس هي نفس الفكره انت عايز تعمل برضو all or none وعايز serializability such that لو t1 عملت conflicting operation مع t2 such that تبان ان t1 شغاله الاول بقيه الاوبريشنز كلها تبان ان T1 شغاله قبل T2 ده الفكره بتاعتها. طب فكره السوفت transactional memory بيقول لك ايه؟ بيقول لك assume الحاجتين الباسميستك اللي احنا قلناهم في ال في ال في البيج اللي فاتت الويب بيج اللي فاتت مش هتحصل. يعني ايه؟ يعني مش هيحصل conflicting operations او اغلبيه الوقت مش هيحصل conflicting operations. يعني مش هيحصل read ورايت write من نفس الشارت verb. والازامبشن الثاني حتى لو حصل ريد ورايت بين الشيرد فاريبل في اغلبيه الوقت في اغلبيه الوقت مش هيحصل حاجه تقلب الترتيب هسأذنك عشان اريح نفسي ومش كل شويه اقول لك تقلب الترتيب تقلب الترتيب هقول مش هيحصل كونفليكت اوكي okay. لما اقول مش هيحصل كونفليكت انا قصدي ان مش هيحصل قلب للترتيب no conflicting order will occur. طيب <applause> يعملوا الكلام ده ازاي؟ بدل ما الترانزاكشن دي تغير دايركتلي في الذاكره كل واحده منها بتعمل كوبي بنسميها shadow copy. بتعمل كوبي للميموري اهو ده الفاريبلز اللي ايه اللي هي شغاله فيها بتعمل كوبي فيها بتعمل كوبي لنفسها ده 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 اللي عملت بقول عمل رام دي يعني عمل كوبي للميموري وكل ترانزاكشن وكل ترانزاكشن transaction من ترانزاكشنز كل واحده من ترانزاكشنز الموجوده عندها دي تبتدي تمودفاي في اللوكال فاريبلز بدون ما تاخد لوك بدون ما تستنى حد بدون ما تعمل بلوك تشتغل على طول والثانيه تشتغل على طول وبعدين في رأيكم إيه اللي يحصل لما الاتنين يخلصوا شغل؟ ها؟ مين يقول لي؟ أنا عايز الأوردر ما يحصلش فيه كونفليكت، أنا Assumed إن مفيش كونفليكت واشتغلت. يبقى بعد لما أخلص لما أقف هنا وأقف هنا المفروض أتشك إيه؟ هل حصل <applause> 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 برافو عليك، في في الهيستوري بتاع الفات إذا كان حصل كونفليكت ولا لا؟ ولو حصل كونفليكت أعمل إيه؟ أعيد تاني؟ أعيد تاني، بس محتاج أعيد الاثنين ولا أعيد واحدة؟ ها؟ محتاج أعيد الاثنين ليه؟ قول لي ليه طيب الاثنين معاهم؟ وهسالك بعد كده ها؟ مش هو بعد مش هو كده ما لو حصل كونفليكت يعني الترتيب اتغير يعني يس سر، الترتيب اتغير فعلا يعني القيم ممكن تكون باظت بس هم كلهم شغالين في ايه؟ في اللوكال كوبيز ولا في الكوبي الجلوبال اللي موجوده؟ في اللوكال كوبي ده كان شغال في اللوكال كوبي ده وده كان شغال في اللوكال كوبي ده واللوكال كوبيز دول مفصولين من بعض فالقيم مش هتبوظ انا اخدت كوبي من الفاريبلز واشتغلت عليها لوحدي وهو التاني اخد كوبي من الفاريبلز واشتغل عليها لوحده فما حصلش كونفليكت فاهمين انا بقوله ولا لا؟ اه يعني الفاليوز اللي موجوده هنا صح والفاليوز اللي موجوده هنا صح اف كل واحده شغاله لوحدها لكن لو حصل كونفليكت وانا بتشيك في ترتيب الاوبريشنز بيبقى عندي لوج فايل كده بكتب فيه كل الاوبريشنز اللي موجوده وفي النهايه خالص ابتدي أتشك على الفكره ان في النهايه خالص ده احنا بنسميه ليزي ليزي تشيك واقول لك الطريقه الثانيه بس نبدا الاول بالليزي تشيك في الليزي تشيك انا في نهايه الترانزاكشنز ابتدي تشيك كل العمليات اللي فاتت هل وانا ببص عليها في اللوج ده الترتيب بتاعهم متعكس لو الترتيب بتاعهم متعكس ما ينفعش الاثنين يكوميت ما ينفعش الاثنين يحطوا الفاليو بتاعهم على السيستم عشان كده هيحصل كونفليكت. واحدة منهم لازم ايه؟ تتشال صح ولا انا غلطان؟ والثانية تكمل برافو عليك، والثانية تكمل. والسؤال بيجي بقى طيب أني واحدة فيهم أعمل لها كوميت، وأني واحدة فيهم بعمل لها أبورت؟ وده دور حاجة اسمها اسمه ال contention manager contention تبقى كده أحسن أي contention manager دور ال contention manager يختار أي واحدة منهم to commit و أي واحدة منهم to abort ممكن تديني شوية أفكار تديني شوية أفكار مين يخليه abort مين يخليه commit في رايكم اني اني ترانزاكشن اخليها تكمت ده 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 لعبتكم يا سلام عمل اوبريشنز اكتر قبل حبيبي حبيبي حبيبي, حبيبي. العمل اوبريشنز ال اكتر قبل الكونفليكت الconfl بوينت هو اللي كوميت بيرفكت ذات از ذات از ديفينتلي ون اوف ذا كرايتيريا العمل اوبريشنز uh, اكتر قبل الكونفليكت بوينت او في الاطلاق هو الكوميت ليه عشان لو عملت له ابورت انا هلوز شغل كتير ولما يجي يشتغل تاني هشتغل في فترة طويلة ما عمل شغل كتير ولما يجي يشتغل في فترة طويلة في احتمالية ان اخبط في حد تاني مش هفضل شغال فترة طويلة فانا اخلص منه واخلي العمل شغل اقل هو اللي ريبيت اوكي ده الشغل بتاع الكونتنشن مانجر في كونتنشن مانجرز كتيره انتوا قلتوا اهو واحده منهم اللي هو العمل ليست اماونت أو موست اماونت اوف ورك يو كوميت تو بورت هقول لك حاجه تانية على آه، الحته دي على فكره انا مش هطول انا 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 هنا دخلت في حد انا بدرسها في الماجستير فانا مش مش هطول يعني انا هقول فكرتين ثلاثه واقفل ويبقى ده حاجه حاجه بونص عندي حطها لك كده في اخر في اخر الامتحان بتاعك للناس اللي بتوع الاي بلس بلس يعني حتى لو انت نصت في حاجه تانية وجبت لي سؤال البونص في الفاينل هديهولك يبقى كده جبت الايه A، الاي بلس A بتاعتك طيب اسالك سؤال هو بالضروره دايما لما يحصل كونفليكت يحصل كونفليكت بين تو ترانزاكشنز ولا ممكن اكتر ممكن اكتر ممكن اكتر ممكن اكتر صح ممكن خمسه سته ترانزاكشنز يحصل فيهم كونفليكت طبعا خمسه سته ترانزاكشنز يحصل فيهم كونفليكت واحد بس هيكسب صح طب لما واحد بس يكسب لو انا بتكلم على خمسه مثلا واحد كسب هيعملوا ايه الاربعه التانيين ريبيتو هم الاربعه ريبيتو هم الاربعه ما دام هم لما كانوا خمسه خبطوا في بعض لما يبقوا اربعه يخبطوا في بعض تاني ولا لا أعمل. اه اه وافضل اخبط واشتغل واخبط واشتغل المشكله دي بنسميها في الـ في في الاوبريتنج سيستم عامه يعني في threads وفي في الترانزاكشنز ثاندرينج بروبلم Uh, أنت uh, طبعًا عارفين يعني إيه هيرد؟ يعني مجموعة حيوانات. سندرينج هيرد يعني كل الحيوانات بتجري في نفس الوقت. دي بتحصل لما في كونتنشن ما بين سبرينجز، وهنا هتبقى بتحصل لما في كونتنشن ما بين كذا 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 ترانزاكشنز دخلنا خبطنا في بعض، رجعنا، دخلنا تاني خبطنا في بعض، رجعنا، دخلنا تاني خبطنا في بعض، رجع أخبط كتير. القصة اللي أنا قلتها لك دي دخلنا احنا كلنا خبطنا في بعض فرجعنا ودخلنا تاني خبطنا في بعض فرجعنا كانت موجوده في النتوركينج وكان ليها حل موجوده فين في النتوركينج وايه حلها احنا خدنا اللان خدنا التكنولوجي بتاعت ايثرنت يا شباب مش فاكر الحقيقه مم. انا اكتر حتراك ليه يا اكتر جماعة. بأ... اقل مواد بركز فيها مواد نتوركس ليه يا أو... جماعه دي إنترست على فكره والله العظيم انتوا 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 بتتظلموا انا مش فاهم أنا. دي فيري انترستنج دي دي لعبه دي تحفه طب اسالك هو اللان شغال ازاي؟ بلاش اللان اللي هو فيه سويتش اللان اللي على على سلك واحد هو بيشتغل ازاي؟ مد السلك كده توصل كذا كمبيوتر اللي هو اللاين ال توبولوجي اهو اللاين توبولوجي عندك سلك كده يا عم في ايه اه uh. uh. عندك سلك كده وانت موصل في كمبيوتر لاين توبولوجي ايه اللي ايه اللي ممكن يحصل فيه شبه اللي انا بقوله لك دلوقتي؟ لما حد بيبعت حاجه كل الناس بتشوفها. Very good. Yeah. دي دي اوف كورس ده ده صح وده عشان كده النيتشر بتاعها a broadcast ميديوم بس اوكي هي مش دي الثاندرنج هيرد الثاندرنج هيرد لو انت شفت انا لسه حكيتها لك دلوقتي كلنا عايزين نك... ندخل نعمل ترانزاكشن بتاعتنا نخبط في بعض فنرجع تاني ندخل مع بعض تاني نخبط في بعض تاني نرجع تاني نخبط في... نخبط في بعض تاني شبهها لي بقى بحاجه ممكن تحصل هنا طب اسال انا سؤال الكوميونيكيشن ميديم الواحد لو كلنا شغالين نفس التردد وحاطين عليه قيمه القيم دي تخبط في بعض ولا لا؟ هتخبط في بعض هتخبط في بعض م. طيب وان <applause> possible سوليوشن ان انت تحط كل جهاز بتردد مختلف بس انا وانت مش عارفين مسبقا هو في كام جهاز هيتحط احمل على كام تردد 1000 ألف تردد 2000 تردد طب وانا مش عارف الجهاز اللي هيتحط اللي هيركب هيركب على اي تردد هم كلهم شغالين نفس التردد النتورك كارد ال شغاله نفس التردد فالنتورك بتعمل ايه حاجه زي كده لما بتبعت لو ده بعت وده بعد في نفس الوقت وده بعد في نفس الوقت هيحصل ايه للسيجنالز هيخبطوا صح مم. سمعنا عن كارير اكسس with collision detection اوكي okay. انا مش فاكر هي ازاي بس هي هي كده carrier sense بين uh, carrier sense with collision detection حاجه كده انا مش عارف مش عارفه اكتبها الابريفيشن بتاعها سي سي دي ام اي حاجه كده ها أه, اللي هو كاري ديتكشن وذ وذ كاري مش فاكر هو مش فاكر المهم اللي هما الاثنين لما بيدخلوا مع uh, بعض السيجنس مع بعض دي مالتيبل اكسس اه قول اسمها كارير سنس مالتيبل اكسس وذ كولجن ديتكشن اه هي هي دي اوكي وذ كولجن ديتكشن تقليد كده اسمها كده مش عارف سي سي ام اي دي اوكي ان هو لما انت بتحاول ثانك يو عمر انا كنت ناسي اسمها لما بتدخل السيجنالز في نفس الوقت الكارير او الترانسميشن لاين اللي موجود هنا بيحس ان في كذا حاجه حصلت يقول لك لا حصل كوليجن لو حصل كوليجن فقلت لكل الناس ترجع تري وكلهم عملوا ري ترانسميت تاني في نفس الوقت اخبطوا تاني كان بيعمل اي سي اس ام اي دي اللي هو الكارير سنس مالتيبل اكسس ده كان بيعمل ايه حد فاكر؟ لا صح انا فاكر اسمه <لا> اوكي مش فاكرين كلمه اكسبوننشال باك اوف اكسبوننشال اه اللي هو بيدي باك اوف تايم ل راندوم باك اوف تايم ايوه حد يبعت وبعد كده يريبيت تاني لو لسه برضه في ديتكشن فيقوم مزود التايم بالظبط وي... بالظبط تمام برافو عليك كل واحد يباك اوف بعد كده لو خبط تاني باك اوف فتره اطول باك اوف فتره اطول عشان يخلي الناس ت ت ت يعني تعرف ترانزميت لو انت فاكر الباك اوف ده كان فيه تيرم راندوم التيرم الراندوم ده بيخليهم يستنوا اوقات مختلفه يعني مش يعني لو كلنا هن... لو كلنا نعمل اكسبوننشال باك اوف بنفس القيمه هنخبط تاني برضه يعني لو انا عملت اكسبوننشال باك اوف ب 2 سكندز و 2 سكندز و 2 سكندز بعد كده قلنا 4 سكندز 4 سكندز لو كلنا ماشيين بنفس القيم في الاكسبوننشال باك اوف هنخبط لا هو بيعمل اكسبوننشال باك اوف يعني باك اوف بيزيد كل كل لو حصل كل كوليجن بيزيد عشان ادي فرصه لبقيه الناس براندم فاليو اوكي okay؟ نفس الفكره بستخدمها في الكونتنشن مانجرز يا شباب لو عندي مالتيبل ترانزاكشنز خبطت يعني كذا ترانزاكشن من اللي موجوده عندي خبطت عشان كده اتس فيري امبورتنت تبقى فاهمين كل حاجه في كمبيوتر كله مربوط ببعض هي نفس الافكار والافكار دي كلها العلم بتاعها او الساينس بتاعها اللي هو بيشرح كل الافكار دي وطريقتنا للتفكير على كل الافكار دي بتاعت حلول كل المشاكل الموجوده في الكمبيوتر بنعرفها في أي كورس؟ الثيري بتاعت طريقه تفكير في البرمجه. الجوريزم اناليسيس عشان كده انا انا عم عمال ازن على الماده كل البيزك بروتوتايبس للسوليوشنز بتاع كل البروبلمز اللي موجوده قصادك دي هتاخد البيزك ايديا بتاعها في كمبيوتر ساينس وهتدرسها ات افيشنت نوت افيشنت دي على فكره الالجوريزمز احنا بنتكلم عليهم دول بيقعوا في كاتيجوري بتاعت الالجوريزمز بنسميها راندومايزد الالجوريزمز وده علم كامل جوه الالجوريزم المهم لما الترانزاكشنز تخبط في بعض هي باك اوف وكل واحده منهم تباك اوف وذ سم اكسبوننشال فاكتور وممكن ناخد في اعتبارنا على فكره اللي احنا لسه قلناه فاكر لما انت قلت او احنا قلنا شو مع بعض من شويه ان ادي برايورتي للتاسك اللي, اللي ليها بتعمل ترانزاكشنز اكتر بتعمل اوبريشنز اكتر فممكن تيرم في الاكسبوننشال باك اوف يبقى عدد الترانزاكشنز اللي تمت such that اللي بتعمل ترانزاكشنز كتير ما ما تعملش باك اوف لفتره طويله تدخل على طول واللي بتعمل ترانزاكشنز اقل تستنى فتره اطول يبقى كده نوعا ما دخلت فكره اللي انت قلتها من شويه اللي هو الترانزاكشنز اللي عملت اوبريشنز كتير هي تاخد اولويه مع فكره الاكسبوننشال باك اوف اوكي اخر حاجه واقفل على كده عشان انا 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 حاسس نفسي داخل في في حته يعني ما علاقه بالاندر جرادويت كورسز قوي فمش عايز مش عايز اطول عن كده انا قلت لك ان الالجوريزم اللي احنا بنشتغل بيه ده ده اسمه ليزي Contention Management، والليزي Contention Management آه, بتستنى لغاية الآخر عشان تبتدي تتكت إذا كان في كونفليكت حصل ولا لا. سؤالي ليكم إيه الأدفانتج لليزي Contention آه, Management؟ هنستنى للآخر، هقلل إيه؟ وأزود إيه؟ عكس الليزي إيجر يعملها يعني أول بأول، وهنتكلم على إيجر كمان شوية. بس الليزي انا اسيب كل حاجه للاخر. ايه الميزه بتاعتها؟ <applause> ها؟ ايه اللي هيقل؟ لو انا مش هتشك الا في الاخر؟ ها؟ قول قول عمر. تايم ويست. تايم ويست. I will waste. wasting برافو عليك، I will waste less time في التشيكينج. صح؟ يبقى يعني انا بزود الكونكرنسي ويست لاست تايم في تشيك بزود الكونكرنسي بديلهم فرصه يشتغلوا على حساب ان في احتمال الوز كميه شغل ايه؟ كتيره ان دي لو استنيت لغايه لما ده خلص لغايه هنا كله ده هعمله عنده الوقت اللي انا ضيعته بعمل الحسابات دي كنت ممكن اعمل بيه حاجه ثانيه بس عملت تشيكس اقل الايجر الايجر كونتنشن مانجمنت بتعمل كونتنشن مانجمنت يعني بتشيك بين الترانزاكشنز اول لما يحصل اوبريشن ممكن تؤدي الى كونفليكت ما هي الاوبريشن ممكن تؤدي الى رايت رايت عليك نور اول لما يحصل رايت right, الايجر وموقف الدنيا تشك يلا بقى نشوف ايه اللي حصل اوكي طبعا ده هيخلي عدد التشيكس بتاعتك تزيد بس في نفس الوقت انت ممكن من هنا تعمل باك اب فالشغل اللي انت هيضيع منك ده بس. يعني مش هتضيع السي بي يو تعمل كل الحسابات دي وفي الاخر ترميها. لا تبقى الحته دي بس. فده الميزه بتاعت الايجر كونتنشن مانجمنت عن الليزي كونتنشن مانجمنت. مفهومه لغايه دلوقتي يا شباب؟ طيب I'm going, to I'm going to stop على كده. going to stop على كده. ملهاش لا يعني لو كملت على كده هدخل لك بقى في السيري بتاعت الكونتنشن مانجمنت والايكويفلنس بتاعتها لحاجات تانيه في ألجريزم أناليسيس وهي دي بتبقى صراحه مش موضوعنا خالص يعني كفايه كده علينا المنهج آه بس قبل ما اخلص في اي حد عنده سؤال في ده او اي حاجه فاتت؟ فيري جود انتوا ايه رايكم نخلي الامتحانات بتاعتنا اوبن بوك ولا نخليها بالبروتكتس ده ريسبكتس ريسبوندس ده ولا مش عارف ايه انا عايزه اوبن بوك بس انتوا رايكم ايه؟ اوبن بوك مش هو كان على طول الاو اس كان الامتحان بتاعها هيبقى اوبن بوك ف... طول عمره اوبن بوك يعني بس كده. لو عملنا ريسبوندس هنضطر ما نخلوش اوبن بوك عشان انا مش عارف اذا كان الريسبوندس هاي... لو انت بصيت على كتاب هيماركت كغش ولا لا خليه 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 أو. خلي اوبن بوك عادي صح؟ خليه اوبن بوك عادي تمام. بس استاذنكم ممكن نعم. نعمل تجربه مع بعض دي مش عشان الماده دي عشان كل المواد ممكن الاسبوع الجاي لما يكون ريسبوندس ده لو لو ما لو موجود على مودل نجرب مع بعض وتقروا الكتاب يعني اعمل حاجه اديتها لكم على المودل وتفتحوا الكتاب وتبصوا على تفتحوا الكارت وتبصوا عليه ونشوف مع بعض هيعمل ايه فيها يعني هي... هيقول ان ده تشيتنج ولا لا ممكن؟ هو ريسبوندس اصلا اوريدي بقى موجود على مودل انا ما, ما شفتهوش لا بقول لك لو هيحطوه ممكن وعدنا نحطوها الاسبوع ال 14 اوكي فالاسبوع ال 14 عايزين نعمل فيه تجربه يعني ليه نعمل تجربه عشان ما ندخلش بس مش شايفين يعني ايه اللي, اللي بيحصل زي موك اكزام كده اهوت ونخش نشوف بالظبط وهرميه يعني انا مش 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 هبقى جريد ولا حاجه بس نجرب مع بعض عشان أوكي. لو في حاجه ابلغها الاداره نقول بلاش نعمل التكنيك ده ممكن Okay. بس دكتور عندي سؤال بس لك. هو دلوقتي ريسبوند دوت هيحتاج كاميرا اكسس ما فيش مشكله دلوقتي الكاميرا هتحتاج تبين يعني انا الكاميرا عندي ب, okay. بتاعت اللابتوب لما ببقى حاطط اللابتوب بالمسافه بحيث ان ابقى شايف الشاشه الكاميرا بتبقى مبينة وشي بس انا سمعت كلام ان هو لازم لا يعني لازم يبقى جي, يعني نص جسمي اللي فوق يبقى باين وايدي وكده انا عارف بس لما شفت الفيديو بتاعه لما شفت الفيديو بتاعه كان من الفيديوز اللي قعدت ادور عليها يوتيوب ان في منها الاكزامنر ممكن يطلب ان الكاميرا تتحط على الاوضه عشان يشوف ان انت لوحدك بس انا مش شايف ان لو اي حد بصراحه انا عندي في القسم لو هنستخدم ريسبوندس ده انا هقول لكل الدكاتره ما حدش يعمل كده انا هو 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 اي ثينك المين مين ايديا بتاعه ان هو هيستخدم ارتفيشال انتليجنس ده oh, ده um. ده متوقع عشان يديتكت ال بالظبط الاي موفمنت بالظبط يديتكت الاي موفمنت انت بتبص في حته معينه بره الشاشه بتعمل ايه؟ <applause> لو كان في سسبكتنج هيبعت طب انت ممكن تقول لي هو ايه الميزه بتاعه السوفت وير ده عن ان احنا نفتح زوم سيشن؟ انا فتحت زوم سيشن انا شايفك انا شايفك 2 hours انت قصادي uh, مش بس ان انت قصادي and you have to be connected for جميل. these two hours حتى دي الجايه دي فتوى مني انا ما اعرفش عشان لسه ما شفتش السوفت وير بس دي فتوى مني بيز على الايديز الموجوده على الانترنت اللي انا قريتها عليه اي ثينك ان هو بيعمل لوكال بروسيسنج للفيديو يعني ايه يعني انت بيصورك لوكالي ويعمل بروسيسنج لوكالي ولو في تشيتنج بيفلاج جزء من الساعتين او مثلا 10 دقائق اللي هو شاكك فيها والجزء ده اللي بيحصل له ابلود فانا كانستراكتور اي ديد نوت سي you ذا انتاير 2 اورز I think ده المين ادفانتج بتاعه. آه uh, هنجرب هنجرب احنا ممكن نجربه في حاجه تافهه آه uh, ولو لو مش حلو هنمسحه يعني هنشيله خالص من, من الكمبيوتر ونشوف الدنيا شكل ايه بس الحاجه الوحيده بس عايز اقول لك this is not this is not spyware this is used by universities worldwide عشان بس كان في ناس كتيره فاكره يعني ان oh, آه 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 But it's used يعني by universities يعني worldwide. مش حاجة دخلت أحسل. أنا ودورت عليه. اه oh, oh. uh, we can give this a go. نجرب مع بعض ونشوف. لو it's okay, let's do it. لو it's not okay, أنا حتى ممكن أكتب ريبورت كجزء من مجلس الكلية. تقول لا يا جماعة لما جربناه حصل مشكلة كذا 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 كذا. فتعالوا نعمل الموك اكزام. إيه رأيكم؟ تمام. أوكي؟ okay. تمام يا دكتور مفيش مشكلة. ميرسي يا جماعة ربنا يخليكم ربنا يخليكم. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل الموك اكزام والمنهج خلص لو حد عنده اي سؤال في اي حته في اي حاجه حضروها لي نحلها معاكم او نتكلم فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله. اوكي؟ اوكي ميرسي يا جماعه ثانك يو ثانك يو اي ريلي انجوييد السيمستر ده معاكم انتوا خلتوني المنهج بدري ودخلتوني في توبكس جديده فثانك يو وان شاء الله كده اشوفكم على اشوفكم <تصفح> انا اسف اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي.